والله الحمد لله صار بالعيد يعني فيك تقول تقريبا شبه قريبة للشعب هون بس ولكن في كثير عالم الحمد لله ما اشترت خارج أموال بين الناس ما في في عالم موجود معها أموال بس سبحان الله يعني غالبية الشعب هون موجود يعني ما في ولا ما أموال لا في معه إنه يشتري ثياب العيد والحمد لله أغلب الناس يعني من هي الطبقة يعني يا عبودة اللي عنده بنطلون عم يجي يطبق له قميص مثلا عنده قميص عم يجي يطبق بنطلون لا قميص وبنطلون نادر لحد يشتري قميصين وبنطلون هي الشغلة بطلت من زمان يعني إلا العريس لحتى يشتري له بنطلون وقميصين لأنه شيء غلاء لا يوصف خالص يمكن بهالشهر كله أنا ما طلعت 5000 ليرة متين فوق 40-50 ألف ليرة لحتاني يعني أسكج حالي تسكيج أنا أولادي وعيلتي بحيث إني أعيش اللي قدرة بيشتري والما له قدرة ما بيشتري كان أول يفوت الواحد يشتري كيديين ثلاثة يقوي قلبه ياخذ البطية هلا حاليا يا دوب الواحد يفوت يشتري فطيرة فطيرتين يضل طالع اللي كان ياخذ كيلو كيديين هلا حاليا صار ياخذ بوقية نص كيلو عقده لأنه سيولة ما في